يا جدعان، بقالنا 3 ساعات بنزف وبنتوكوا. ده احنا لو بنزف ديانا الله يرحمها كان زماننا خلصنا. ليه بس يا ابني؟ مالينا ماشي حلو وفل الفل وزي العسل اهي. ما ينفعش اكتر من كده يا حاج، بقالنا ساعتين بننتع هنا وكل ده ب 100 جنيه. طب والمرسى ابو العباس يا حاج؟ احنا لسه عندنا فرحين هنزف فيهم. ما هو غصب عني يا ابني، اصل اتفقت مع ابو عزه هيجيب المرسيدس اللي بيشتغل عليها هيزف العروسين. وحضرتك بقى مين، ابو العروسه ولا ابو العريس ولا ابو عزه؟ لا ابو العريس. العريس سجايمة. تعال ابو العريس، تعال انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. شكلك راجل طيب وابن حلال. بص بقى يا حاج، انا عارف ان انت مخنوق من الليله دي وعايز تعدي طياري، واحنا ناس ورانا مصالح، وابو عزه ده راجل ناقص مش هيجي. انسى بقى حكايه المرشيدس دي خالص وسيبني انا اتصرف. ازاي بس يا ابني؟ جواها يفرق كتير قوي قوي عن شكلها البراني. يعني اكيد دلوقتي انت حاسس انها عايز تاخدك بالحضن. فعلا واضح فعلا. قصدي يعني على اساس انها واضح ان هي فعلا عاطفيه. عاطفيه قوي قوي. انما بقى اول ما نيجوا للشرعي فهمني مسائل يعني. ايوه. وفوجئ بقى دكتور انها بتبقى في نص هدومها وبيجي لها ارتداد انتكاسي. انتكاسي خالص. انتكاسي. فعايزين بقى يا دكتور نفسك معانا كده عشان نخلفوا لنا حته عيل صغير كده لاحسن زن الحاج على دماغي. يعني كان دماغي الزن بقى بالحلال بيخلي الحاج انا. ان شاء الله خير. اتفضلي يا هانم على السرير. يستر اصلك يا شناسوري يا امير. طيب استأذن بقى دكتور لغايه ما تخلص. لا لا لا، انت رايح فين يا راجل؟ في حد يكسب في مراته الهرم وانت لازم. لا لا دكتور، تفكيرني متخلف ولا ايه؟ العداله لازم تاخد مجراها. ما شاء الله، اول مره اشوف حد كده. حضرتك جنتل والله. لا ربنا يكرمك. طيب بالاذن يا دكتور. الأستاذ المدام بتاع الهانم المدام بقى تمام زي الفل، ممكن تحمل من بوزة. ربنا يعينك. طيب طيب دكتور، يعني أنا خاف لما نرجع البيت بس الانتكاس الارتدادي ده يرجع لها تاني ولا حاجة. قصدك الارتداد الانتكاسي؟ أيوه هو ده يا دكتور. فتسمح لي يعني نختلي بيها 5 صحة كده علشان إيه لو ظهرت أي عيوب نتلافاها على طول. قصدك إن أنت خمسة صحة. اتفضل. ماشي اتفضل حضرتك اتفضل. انا قلت اجي اقعد معاكم شويه عشان يا دكتور تاني يا دردير يا جابر. اوعى اصل ما بتبقى ذوق يا يا استاذ لو سمحت. والله لو سمحت والله العظيم. لو سمحت والله العظيم 3. ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ ايه ده يا استاذ؟ خف شويه مش كده. انت جميلك ده انا مش هنساهولك طول عمري. انا لما نخلف هسمي ابني شادي دردير. يا خساره، اللغو الاسماء المركبه مش مهم. انا هسمي شادي وابقى اركب دردير بمعرفتي. ايوه بالاذن بقى عشان انزل ابشر الحاج عشان مستنياني على نار تحت. ايوه نعم. يا عمر. لا يا حبيبي، جاءنا اشار باقي العياده دي على نافوخه. يا هانم
ما يصحش صوتك ارجوكي. انت انا دكتور محترم. محترم ليه؟ حكيم عيون ولا تكونش عايز تعملهم عليا؟ لا يا حبيبي، انا مش محجزة في الكار، جاني ورثه الشغلاني عن ماميا الله يرحمها. الله يرحمها، الله يرحم. بس فلوسك وفلوس صاحبك تطلع دلوقتي حالا. صاحبي؟ صاحبي مين؟ صاحبك يا حبيبي اللي شاطني من الفرح وجابني هنا وفهمني ان انتوا راسمين الحكايه عشان تشقرطصوا الزباين والتمرجي. والتمرجي؟ التمرجي. حرامي مين يلا؟ حرامي مين ده؟ نمك انت كل يوم هتخش تقلبيني وهسكت لك. المره دي هبلغ عنك الحكومه. يا تجيب الحكومه لامك؟ ايوه والحكومه زمانها في السكه. خليك محضر خير. وانا بقول جايب النداله منين الواد؟ انا مالي اتحرق وبجاز انتوا الاثنين. ناس دي سوق على. لا يابا انا عندي مشوار في عمود السواري الاول وبعدين هبقى اعدي عليك في السوق. صايع. بقول لك ايه، ما تبقاش تنسى يعني تحجز لي مكان جنبك. ها حبيبي، حبيب امك ده انت الغالي. ايه ياما؟ ده انت الحيله. لخصي ياما. ده انا حبيتك من وانت لسه بتلعب في بطني. سمعت الجمل دي كلها ياما قبل كده؟ عايزه ايه؟ بتاع العدس واقف لي في الطلعه والنازله، عايزه 40 جنيه. ايه 40 جنيه ياما؟ انت كل يوم هتسحبي 10 جنيه في 20 جنيه والنهارده 40 جنيه ياما؟ ياما اوعي تكوني بتشمي. عسل يا ناس عسل. طب وانا ماخر عنك حاجه ياما؟ عمرك. طب عمال بتمدي ايدك ليه ياما وتحدي بيها تحت المخده وتاخدي فلوس؟ ياما مش انا مفهمك قبل كده ان اللي يسرق يروح فين؟ اوعي تقولي مارينا ياما. اللي يسرق يروح فين؟ لا اللي يسرق يروح النار. شاطره ياما، شاطره ياما. ماشي ودي 50 جنيه مش 40 جنيه. سلميني على بتاع العدس ياما. خدي اختي شطفيها. يا واطي يا الماما يا دون، يا واطي يا الماما يا دون، انا توقفني قدامك زي التلميذ تقول لي اللي يسرق يروح فين؟ اللي يسرق يروح مارينا يا رحمك. كفايه مستحمله قعدتك في البيت واكل شارب نايم يا شح. اشرب يا عصار المتلج، اوعى الحاجه ساقعه من الهدب قوي. اشرب الساقع. ايوه ازيك يا عم المشرف؟ الله يخليك. الله حتيره. ايه يا حتيره، ايه اللي جابك هنا؟ وانا جاي ازور امك. انا جاي شغلي، حمدي في الدفتر واتكل على الله. خلاص يا اخويا ما دمارك، روح شوف شغلك. لا انا قاعد شويه. يبقى مساله بقى مش مساله امضى. انت جاي عشان تعكس البت الخواجيه. وانت مالك؟ بقول لك ايه، شكلك كده عايز نعملها معاك على الصبح. انا ممكن ابلغ عنك هيئه الاثار والاداب والمطافي عن الوكر اللي انت عامله المقاطيع بتوعك في المكان التاريخي العظيم ده. خلاص يا حبيبي خلاص، اسرح بقى وشوف مصلحتك. اسمع بو، انا احبك. ما اسمع باس، هل تحبينني؟ بوروناسي ذو افريو، هل استطيع ان اراك غدا؟ اي حاجه زتوناتا كلاماتا فراستو افوفو، بيضه مسلوقه. لا دي غلط، دي غلط، دي صفحه غلط. بوسو اني توتو، بوسو اني توتو. طبخين ايه النهارده؟ هو الواد ده لسه ما زهقش يا ميريت؟ انا عارفه اهي بلاوي وبتتلقح، بس دمه زي العسل. بس مش عارفه ايه حكايه اليوناني اللي بيبرطمنا دي ده. اصل سأل عنك الواد علي البقال فحب يطفشه، قالوا دي يونانيه خواجايه مالكش دعوه بيها. هو ماله هو اصلا؟ هو يقوله كده ليه؟ اصل الواد علي كلمني تاني في موضوع الجواز. خلاص ما عادش ناقصنا غير بياع الصدق والبسطرمه ده كمان. اتاري لزق لي في الخارجه والداخله. اليونانيه قالب من امرين
أمر دول ولا عنين قلبي بيس. سلام عليكم. قلني علي أتريني بفكر فيه. ايه ده فؤاد، انت عازم الميتين على الغدا ولا ايه؟ ما احنا بناكل من لحم الميت. ده انت واضح انك مديها بانجو من بدري. انا غلطتي التاريخية ان انا ما ابتديتهاش من بدري، عشان كده انا بصلح الغلطة التاريخية دلوقتي، فتلاقيني دايما في حالة كونتينوس بانجونيس. يا حلاوتك. وايه بقى الاغنية اللي انت مشغلها دي؟ مش تشغل كده حاجة تليق على المنطقة؟ ايها الراقدون تحت التراب افيقوا مثلا. افيقوا؟ ولما هم يفيقوا احنا الترابية نشتغل في ايه يعني؟ نشتغلوا في البورصة؟ خليهم كده عاملين دماغ ميتين. ها دي احلى دماغ. بس الواحد يطولها ازاي دي؟ بقول لك ايه، تعرفشين في نظام كآبتك ده؟ هات ابوك ما هي ناقصاك. اليونانيه من دون معلم. فاتنه اتينا لسه حلقلك. حلقلك بقى راجل كان بيعلم الاجيال الفلسفه، يتكلم عن الحب بالطريقه دي. كان ولا زال يا متخلف. الفرق اني كنت بنعلمهم وانا في اول الطريق، دلوقتي انا في اخره، يعني بنجيب من الاخر. النش ده بكام؟ ده ب4 الا ربع. اديله نص. اديله نص. طب والكمبوت ده؟ الكمبوت 7 الا تلت. اديله نص. اديله نص. اديله نص. اديله نص. يلا. لا ده مستورد من شرم الشيخ. لا ب10 جنيه. يلا ب2 ونص. ب2 ونص. امال عمال تصدعنا ب2 ونص و2 ونص وما عندكش حاجه خالص ب2 ونص؟ يعني هو من كتر الكذب اللي داير في البلد ده الكذبه بتاعتي اللي وقفت في زورك يا سيدي؟ اعتبرني فقره اعلانيه. اتكل على الله. طالما مش هشتري اتكل على الله يابا. يلا ب2 ونص. ب2 ونص. ب2 ونص. بقول لك يا اخ، ليش معاك حاجه للزور؟ لحسن صوتي راح مشوار ولسه مرجعش. انا مش فاهم، مفيش اكتر من الارصفه في اسكندريه وبرده مصر تلزق فيا؟ ما عشان اخد بالي منك، وخصوصا انك عامل لي فيها الدكتور شديد وبيع نشاره خشب على اساس انها علاج للبني ادمين. يعني ايه؟ سيبك منه، هو ابني بصحيح بس طالع لامه جزمه. ده مسحوق قرن غزال تركي يقوي الظهر. انا جايب الشحت ده الا ببركاته. حلو قوي، حلو قوي بالنسبه لبقى انا بدل الوكاله دي. ايه ده انت مين يا ولا عايز ايه؟ ابوكي حسن عطا الشهير بحنتيه، راجل اعمال. ما تقولش راجل بس. لا لا لا، في ايه يا بت؟ انت محجبه شعرك ومعريه لسانك ولا ايه؟ لم لسانك يا ولا، عايز الاقي شحت هاجم على الدكان وابقى مبسوطه؟ لعلمك انا زميل على الرصيف اللي قدامك ده، يعني واب كسيب وما الزنقنا يعني بالنسبه البلديه، قلنا نيجي نفتح تعاون مع بعضينا. بقول لك ايه، شفت فيلم طرانا في سينما هوينا؟ طب بقولك ايه، ما تيجي تعتبري نفسك بنلادن وانا صدام وجاي استخبى عندك يومين. طب اتكل بقى احسن نبلغ عنك للقنصل الامريكاني. اه بس لا ده من الحصه دي يا باشا. وادي القنصل الامريكاني وصل. هو ايه ده؟ ما تمدش ايدك على الزبون، المحل ده تبع الحاج علي خيري امين الحزب الوطني، ولو لمستوا حاجه هنشتكيكوا للمحافظ. طب يلا سيبه تعالى. صلي على كامل النور. عليه الصلاه والسلام يا اخويا، بس يا ريت تزيد النبي صلى بره المحل. انت بنت جدعه وكفاءه وشهامه وكلك رجوله وزي القمر، ولسانك ده عايز اقطعه. ايه؟ خد بالك من البضاعه. معدك جاي يا عم ابراهيم. ايه يا حبيبي مالك مكلم كده ليه؟ عمال تتميص وتدلع قدام كل ترابيزه شويه وعايزاني ابقى مبسوط؟ لا ده انت بتقول يا شر شطر. اسمعي انا خطيبك ومن حقي اتكلم زي ما انا عايز. امال شاعر ومثقف ازاي بس؟ على العموم انا مخاصمك لغايه ما تيجي تصالحني. ولا عمده، ولا عمده. خطيبك فين يا نورمي؟ عمده فين؟ خويا على عمده تعالى عايزك. كنت هقول لك حاجه. عايز ايه؟ عايز ايه اللي جابك دلوقتي؟ اه ده واضح انها مطرقعه لك جامد قوي.
عايز ايه يا حنطير؟ عايز ايه يا حنطير؟ بقول لك ايه، انا جاي قصدك في خدمه. انا عايزك تالف لي قصيده حب يا عمده، قصيده حب بس تبقى مش عوضها انا، بس تبقى باليوناني. يوناني؟ طب انا افهم يوناني منين؟ انا افهم يوناني منين يا حنطير دلوقتي؟ ايه ده؟ ايه يا عمده؟ ايه يا عمده في ايه؟ طب وكتاب الله سيحرك في المحل ده وقلبه لك دندار. خلاص خلاص اهو خلاص، حقك عليا. في حاجه ثانيه؟ طب جيب بوسه من بقك. يعني ينفع كده بوسه من بقك قدام الناس يا حنطير؟ خلاص يلا ما تزعلش خلاص، عشان بس ما تطفيش في الارض. بقول لك ايه، انا هستناك بره عشان نعدي على هيما. ماشي اتفضل. شايف يا لهوي قتلت الموسى في المحطتين. المحطه الجايه هكون جرتها لك لسكه الخطيئه. نطلع على اخوك هيما في الكباين يظبطها. ظبط ايه؟ خف عليها شويه، البت شكلها مخنوقه منك. عيب الكلام ده على فكره، ده زمان صورتك اتحفرت في قلبها. شوف شاور ايه؟ انت بتعكسها ولا؟ انت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ انا خطيبها بقى. بتتخانق؟ مش كفايه انك خطيبها، ده انت اسود قوي يا اخي. ده صدق انك انت لازم تنضرب النهارده. اه مصدق انك هتنضرب النهارده. كده؟ ولا حمو ولا ابراهيم ولا علي ولا دوحه، تعالى انا. هو انتوا كلكم خطبنا ولا ايه؟ قرايبها يا بيك. واللي معاها كل دول تركب عربية الستات ليه؟ خايفة من ايه؟ مني؟ ولا يا عمدة؟ يا عمدة؟ يا عمدة خالع يا رجالة، يبقى أنا هتضرب لوحدي. خلص يا حنطيرة، تضعتي يا هط. ممكن أصحاب الكبائل يطبوا علينا. شيطة يا غادة، ما حدش بيعذبها. يا عم يعني مفيش غير احنا الثلاثة والشيطان ربعنا. خش انت جوه مالكش دعوه. بسرعه هظبطك. هسهرك احلى سهره، هديك اللي انت عايزاه. مساء الخير يا باشا، ممكن اطلب بس طلب انساني؟ عد عليا في الجمعيه الخيريه يا باشا. انا عندي مصيبه، مراتي حامل وجالها طلق في السابع ليها، ربنا يكرمك. الله يستره، حارس الكباين فتح لنا كابينه، بس انا دكتور امتياز بس اعصابي بايظه، بص مش عارف اتصرف. محتاجين بس حرمه معانا جوه عشان نلاقي ربنا يخلي لكم ولادكم. احنا مطلقين. انا اسف، الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. الدنيا جرى فيها ايه يا اخوانا؟ بني ادمين هياكلوا بعض. ما تخافش يا اخويا، هحسب لك الوقت الضايع. هي الكابينه فين يا استاذ؟ هناك كده. اطمن، انا ولدت اختي قبل كده. وجابت ايه ما شاء الله؟ طبعا، ما انت مش خرمان حاجه. تعال شوف مراتك وخيبتها يا اخويا. مراتك باين عليها شلق. لا ده هي شلق وبيئه واطيه وسافله، بس بنت حلال. ها يا ريس، حضرت الميه؟ الميه جوه يا باشا، الميه جوه يا باشا. ربنا يمتحها بالسلامه يا رب. خلاص يا حبيبتي بقى، ما تبقيش اوفر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بس اصل هترجع لك على طول، ما تخافش. على طول ان شاء الله ترجعوا لبعض تاني. اتفضلي اتفضلي. مالك يا اختي؟ سلامتك يا حبيبتي. الولادة دي شيء صعب جدا، ده أنا خالتي تعبت جدا وهي بتولد حمادة. حمادة مين؟ حمادة ابن عمتي. هو حمادة ابن عمتك؟ أيوه، بس خالتي اللي ولدته. لا، هو حمادة ابن عمتك ولا ابن خالتك؟ حمادة أخو سامي الكبير. سامي مين؟ أنت مالك دخلت في عيلتنا ليه كده؟ أهو ولد، إن شاء الله ولد. يا رب يقومها لك بالسلامة يا رب. يا رب. طيب بعد إذنك بقى أروح أجيب مقص عشان نقطع الحبل السري. طب لما يجي حمادة أقول له إيه؟ قول له أمك سألت عليك، ما تنساش. سلام عليكم. هي المدام بتزغزخة؟ ما بتزهقش من الصياعه؟ كمان صياعه صباحي. يما عندي شغل. صياعه ايه؟ يلا ظبطي لي طبق بقى بسرعه. يلا يا معلمه، يلا اعملي لنا صحن حلو كده زيك. من عينيا للسلم الهاري يا معلم هباب. مسا يا معلم شهاب. اهلا يا حنتيره. بقول لك ايه يا ولد، مش هنعملوا شغل مع بعضينا ولا ايه؟
يا معلم شهاب، ما انا قلت لك 100 مره انا ماليش في سكه المخدرات دي، دي ضد مبادئي. وانا عايزك بقى عشان خاطر المبادئ دي. يا سلام. امال ايه يا ابني؟ يا ابني انا صعبان عليا شباب مصر واللي بيعملوا البانجو فيه. البانجو ده بيلحس الدماغ. عايزين نرجعوا بقى للحشيش، الحشيش الحشيش اللي احنا ورثناه ابا عن جدا. يا سلام، انا اول مره اشوف تاجر مخدرات بيضحي عشان خاطر مصر. ماشي، مقبول عشان خاطر امك. كل وانت ساكت، كل وانت ساكت لا تزور والسر الالهي يطلع. بقول لك ايه يا معلم هباب، الولد ده الحيله مالكش دعوه بيه. الاحسن والمرسي ابو العباس، ابلغ عنك الحكومه. عندك وش باعي بيه؟ ماليش دعوه بيه خالص. انا يلا يا اما بقى، فين طبقي؟ انا عايز امشي. يا اما كومي دي شطه مفتريه. ماشي ماشي ماشي، تعالك دبابه روس يا معلم هباب. ليه بس كده يا اما؟ ده راجل وطني وعايز يخدم البلد. سمعوس. ايوه يا واد يا ولع. ايه اللي هتغنيه دي عاد؟ ايه الشرير؟ ايه بتاعيه؟ يا تغني بعجب يا تنجرع من هنا واصل. يا حنتيرة احتشم، غني اي حاجة تانية. معلش يا معلم، حقك عليا. حاضر حاضر. والضحرج وجري يا رمار، انا على حجري يا رمار، انا حجري حنين يا رمار، يا رمار والضحرج وجري يا رمار، على حجري يا رمار. اخص عليك وعلى رجالتك. ايه اللي هتغنيه دي؟ ايه حجري ايه وبتاعيه؟ قلت لك حشمه حشمه. يعني اغني لك ضميني؟ ضميني هنا. انتوا اخوات صح؟ الحمد لله لحقتك. يعني تعالى اتفرجي معايا على السهره اللي عاملينها في العمود ده، الليله دي ليله البدر. زهقت يا امه، زهقت من شغل السوق. ولاد الكلب مش سايبيني في حال اصحاب المحلات، يعني شايفيني محجبه برضو مش عاتقني. الله يكون في عونك. زمان كانوا بيفرقوا بين الكويسه والوحشه، لكن الزمن دلوقتي اتصهر، لا عاد في اصل ولا جدعانه. ربنا يرحمنا برحمته. ما تيجي كامل السهر عند الدكتور فؤاد في الطرق. اعوذ بالله يا عم، انت عايزه ايه باللي جابونا؟ ايه دكتور في الطرق؟ لازم طبيب شرعي. لا دكتور فلسفه. ايه وايه اللي حدف على الطرق؟ احكي لك انا يابا، دكتور فؤاد ده كان نوار جامعه اسكندريه كلها، وفضل كده اهو لغايه ما اتجنن في دماغ اهل اللي خلفوه وقرر يتجوز. وفين الفرح بقى على حبيبته رب الصون العفاف؟ عملت له مفاجاه. وعلى راي عم برم التونسي، الفرخه من قبل الفرح مدبوحه. استنى يابا، ده انا هكمل لك. ولان الراجل كان عنده حموضه، ما طلعش على الخماره يضرب له كاسين، قام رامي مين طلاقه على الوليه ونزل جري على الابروم وقعد يعيط هناك. ومن ساعتها اتحول من الدكتور فؤاد الفيلسوف لعم فؤاد التربي. يلا سلام. استنى يابا، ما تقعد معانا شويه. اروح قبل ما امك تصحى يا حنتيره، اتفرج على فيلم السهره في القناه الخامسه واكل وانام. اتصالات دايما يا رجاله، المره الجايه عايزين نلعب على حواوشي. كان يا ابويا ده بيخاف من امي. ولا عمده الفت لي البقين اليوناني اللي هقوله من البيت الخواجه. مستكينس مستكينس الله حستكينس حست فيه يا سيدي. بس بس ده فلاس بتكتب املي عشان احفظ. استكانيا ما استكانيا، ده خريستو خب تانيا. انتوا قولوا ياسو ياسو، احنا قول سو يا سو. سو يا سو حبيبي حبيبي. كده بقى زودها خالص وانا مش ساكتاني. ها قدرتم وانتي قدرتم. لا 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 لا، ساعه قوي حرام. استنى له شويه.
ماستيكانيا ماستيكانيا خريستو خبتانيا. انزلي تحت مرة طفاحك منبار وكرشة. طب اسمعي بقى البقين دول. طيب واضح انك مش فاضية، هاجي وقت تاني بقى. احمد ربنا ان هي دلقت عليك ميه سخنه، مش احسن ما تخيب خيبتي وينزل عليك دش بارد في عز طوبه كان تلج. صدق لا انا دخلتي كانت في طوبه في ناوه الطرطور. على فكره انت ما بتصدق كده اهو، تجيب سيره النسوان عشان تجرجرنا للكلام عن خيبتك التقيله. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا فؤاد؟ نشف. ولا ما هو طبيعي ان حمار حصاوي زيك يقول كده. الجرح واحد زي الموت بالظبط، تعددت الاسباب والجرح واحد. ما هو انا اللي جبته لنفسي، انا عارف ان انا اللي جبته لنفسي. يعني الواحد ياخد صابونه يقوم يتاثر عاطفيا، يقوم يطلع على الخماره يشرب له كاسين، يطلع على غرزه يشد له حجرين، ربنا يهديه فيروح جامع يصلي له ركعتين. انما انا فلاحتي جابني الترب عند فيلسوف الغبره. اسمع كلام اللي بيفهم عنك. شوف اوعى تحب، لا تحب حد ولا تحب حاجة. الحب زي السيجارة، أوله سعال وآخره لسعال. بقولك يا فؤاد، لو عندك كلمة حلوة قولها. ها؟ ما عندكش؟ ادفن بقى على الكلام كله. انت بتنشف بإيه؟ يعني انت في الترب تفتكر هننشفك بإيه؟ مناديل معطرة كفن. ايه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله عليك، أعوذ بالله عليك، راجل معقد صحيح، هي ناقصة نحس كفن. هتلاقيني عمال اقول القماش ماله مقدد ليه كده؟ انت مالك اتفزعت كده ليه؟ ما احنا كلنا هنموت. شوف شافك الشوافان وجرب الطوفان صحيح راجل معقد. قال شوف قال وانت هتفرجني على مجله، ده كفن يا شيخ. اقرفك ولا ايه؟ قول لي عليه ده قطن مصري طويل التقيل عليه. تشكر يا منبع الجدعنه يا بير الشهامه. الهي ربنا يكرمك وتتجوزي راجل كده يكون كامل الرجوله. ربنا يكرمك وما يرميك الديه ابدا. الهي ربنا. خلاص يابا بلاش نظام الشحاته ده، المهم بس ما تعملها ليش حلوانه في سلوانه وتقلب الدكانه مخزن للزباله اللي بتباعها. ربنا يكرمك بزير كلوريكس تقعي فيه عشان يطهر لسانك من السم اللي فيه. جرى ايه يا بابا؟ انت هتلبخ ولا ايه؟ يلا يا اخويا يلا ذوق جبلك لاور ده وزي شويه هوا. يعني مش لو كان ربنا خلقك وحشه بس بلسان حلو مش كان يبقى احسن؟ على فكره يا بنت انت حبوري وهتعنسي ومش هتلاقي حد يبص في خلقتك، وانا كنت على وشك اعجب بيكي بس انت ضيعتي الفرصه. نسيب سوق الرجاله ونبص لك يا تصفيات الاكازيون يا بوايس ضناوي. بس 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 تسد يا فاترينة شاملة يا فرز اول بنزيول. حلال على اللقطه اللي عايشين يشرب بقى طول عمره. انت اسمك يا بت؟ اسمي نعمة يا روح أنس. نعمة؟ طيب ممكن ابوسك واحطك جنب الحيط؟ بوستك غصب عني. واجب العرب يطلع لي قدام هنا، واجب الحساب ارجع ورا اقف في الصف، اقف في الصف. واجب حساب تاني اعدادي سميرة الأزعة 75 قرش تسليم بكرة. محمود ابو بربور واجب عربي 5 ابتدائي تسليم بعد ساعتين يا بربور. سعيد الفاشل 5 مسائل كيمياء. ها يا فاشل يلا تسليم بعد ما يسقط. بسم الله ما شاء الله، ربنا فتح عليك من واسع اهو. بنص يلا ها في التنصيص ابو قاسم. ابو قاسم ايه وابو قاسم ايه؟ اما انت هتنقي عليا ولا ايه؟ ما كفايه بتقلبيني في البيت، هتبقى انت وابويا والبلديه عليا. سيبينا بقى نشوف مصلحه، ده الايد البطاله ريحتها وحشه. صباح الفل يا ابو رانيا، تعب الحاجه معاكي وجايبها لي ايه يا رانيا؟ ايه ده تفاضل وتكامل؟ ماشي ماشي تكامل تكامل. الثمن 3 بوسات. اللي تدفعيه اللي تدفعيه يا رانيا تدفعيه. التسليم عندي في البيت، ما تعبيش ابوكي وتجيبيه معاكي. سلام ابو رانيا. علي هقول له صفر. ايه يا عم اشتاين مجمع المدارس اللي انت فاتحه ده؟ ايه انا مالك يا في ايه يعني؟ خلاص يا عم الخوجه عندنا نحتاج عايزين نجهزولها. طيب لسه بدري لسه بدري. ايه انت جاي تقلبوني ولا ايه؟ خلاص بقى قسم يا عمده قسم بس من غير صداع. قول يا هيمه قول. مكرمني مرن مقبل الموت برن معاه. مع مين يا كجلمود الصخر حطه والسيد
تعالى انت والولاد اللي معاك. خد انا ايوه. تعالى حنتيره بصراحه شربتات خالص. اعرفكم رجب بيه التركي. نشأت بيه زهدي من كبار رجال الاعمال بالاسكندريه ومعجبين بيكوا على الاخر. يا اهلا يا اهلا برجال الاعمال. لعلمك يا باشا احنا بنحب ندفع عجله الاستثمار حتى لو فست. انا عايزكم في شغل. بنتي بتلعب باسكت في سبورتنج وعندها بطوله بعد بكره. عايزكم تعملوا لها اغنيه كده عشان ترفع راسها وسط زمايلها. ادي 500 جنيه لتون المصاريف. عديت ولا نعد يا باشا؟ تلاش يا باشا ما تقلقش ان شاء الله هنخليها تخرم الشبكه جوال. تخرم ايه؟ دي باسكت مش طايره. مخرومه اصلا. ما تقلقش يا باشا ان شاء الله الانسه هتكون مبسوطه قوي قوي وتقول لك ميرسي يا بابا. انما يا باشا يا بنت سيادتك اسمها ايه عشان خاطر الغنيه ولا هنعملها؟ هايدي. مش فاهم وجهه نظرك. بيتو يا جدع اسمها هايدي. بيتو. استغفر الله العظيم. مؤاخذة يا باشا بعون الله من النجمة هنكون هناك ان شاء الله. بس المكان فين؟ في الصالة المغطاة. ماشي يا باشا ان شاء الله. طب حط بالعافية. يلا يلا حط بالعافية. دعوات سامة باشا. عدوا على السكرتارية وانتوا خارجين هتلاقوا الظرف بتاعكم هناك. بالراحة يا جلف. يا دي احلامنا اللي كنا بنحلموا بيها. فن الجميل والفرقة ونوصل والصحافة تكتب عننا ونبقى مشهورين ونتغرى على بعض قوي وكل واحد فينا يقل مع التاني. هي دي الأحلام. إنما صفصفت على إيه في الآخر؟ فرقة أنفار. فرقة أنفار غنى زفة وانتخابات وطهور. كتكونيلة هو يعني كان بخطرنا؟ ما كله على إيدك. ياما حلمنا وكافحنا رسينا على إيه؟ الأمور بيع سريح وسيادتك سفراجي والعبد لله مراقب شط. تقدر تقولي إحنا غلطنا في إيه؟ ما تعيطوا بقى بالمرة كمان وتقلبوها مناحة. في ايه انت وهو؟ واحنا كنا يعني بنسرق ولا كنا بننهب؟ قلتها لكم قبل كده وهرجع اقولها لكم تاني. بني ادم في الزمن ده عامل زي سلسلة المفاتيح. قيمته في المفاتيح اللي شايلها في جيبه. يعني مفتاح شقة شيك، مفتاح عربية لا مؤاخذة طويلة، مفتاح خزنة في البنك مالينا فلوس على شوية مجوهرات. انما احنا بقى بالصلاة على النبي ما حلتناش غير مفتاح الفرج. فما توجعوش دماغنا وتقلبوا علينا المواجع. يا نقضيها صبر وحلال يا نروح نشتغل في المخدرات مع المعلم شهاب. ماشي وخلص الكلام بقى. سامح له ايه؟ وقال انه بيبيع بضاعه اسرائيليه عشان يخرب بيته. لا لا الراجل ملوش ذنب، بعمل كده بس عشان بيحبني.
وانتي بتحبيه؟ لا داني بنحب عيشة الحرية. طب انا مستعد اسميلك نفسي عيشة واسميلك ابويا حرية كمان. وعايز ايه بقى يا سي عيشة؟ يعني نعيش مع بعض على حريتنا. ابعد عني بقى يا جدعان، داني عندي قرطة هموم قد كده. متشيليش هم، انا احط همومي على همومك ونجيب لنا شوية مشاكل صغيرين كده يتنططوا حوالينا وربنا يزيد ويبارك. ياه ده انت داخل حامي قوي. حامي والله العظيم ثلاثة. يعني انا بعد ما اعمل لك الزربة اليوناني واقف اغني لك استكانيا ومستكانيا تحت الشباك زي المخابيل تقولي لي حامي؟ انما ما قلتليش صحيح ايه رايك في اليوناني بتاعي بالنسبه للغه يعني والحاجات دي. لا 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 انا لازم امشي عشان اتاخرت. لا 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 انت هتحلقي لي بدري كده. طب مش تقولي لي حكايتك ايه؟ ما تستعجلش على رزقك، حابه اقول لك بعدين. طب بقول لك ايه يا ميرت، ما تجيبي نفسي عسل والنبي عسل. الاستاذ كمال المنوفي الشاعر المعروف، اصل انا قلت له يعني ان انت بتكتب شعري كده وهو وعدني ان هو يسمعك. قول له حاجه بقى من اللي انت كتبتها فيا، اصل انا ملهمته يا استاذ. طيب عن اذنكم بقى، على الله الشعر يعجب حضرتك. اهلا يا اخ عمده، انت معاك حاجه انت كاتبها دلوقتي؟ ما انا معايا اخر حاجه كتبتها، بس معلش يعني الورقه مش عارف. ولا يهمك يا سيدي، من تواضع لله رفعه. انا لما بحب بجد، واما بحب ما رعش في عينيكي حنان الله. لا انت فعلا هتبقى شاعر كويس قوي. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك يا رب. بس انا يعني كان نفسي ننشرها في مصر، يعني لو حضرتك تعرف اي جرنان او مجله هيبقى كويس يعني. لا فعلا الشعر حلو قوي، وبعدين هتبقى اغنيه جامده. تبيعها بكام؟ ابيعها 500 جنيه كويس. من ادم في الزمن ده عامل زي سلسله المفاتيح، قيمته في المفاتيح اللي شايلها في جيبه. اخرب عقلك يا عمده، وقفت على طول. والله ما عارف اقول لك ايه، راجل كان بيكلمني وحنتي له نطت جوه الحوار، داخل جوه ودني، كلامه اثر فيا. وبعدين الراجل ده قال لي انه هيكلمني ملحن ولا اتنين، يعني بيني وبينك انا قلت مش هعمل فيها عنطر، انا ربنا صرف لي موهبه ومش هغلب يعني. طب تصدق انت جدع يالا يا عمده، دي خطوه ايجابيه. اقوم على منطقة خطوة إيجابية يا شيخ تلهي. ايه يا ابويا رايح على فين؟ وانت مالك يا ولا؟ انا مراقب الشط ومن حقي نسألك عشان العوم هنا خطر، فهمت يابا؟ مالكش دعوة، ثم انا سباح متمكن وعارف ايه اللي بعمله. يابا الدنيا شتا ممكن يجيلك برد. برد ايه يا ابني؟ ميل على عينك. ده انا بين عبارة المنطقة في امشير. سيبك منه ده باين له قنديل البحر واتسقط اساسا. خليه بشو يا عم. يا جدعان الراجل بيغرق. يا عم بيغرق ايه يا عم؟ ده البحر يستحرم يبلعه. لا 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 ده بيغرق فعلا. طب وبعدين انزل انقذه. يعني بدل ما تيجي كده بنت فرسه ولا موسه ملصلصه ننقذها؟ يقع نصيبنا في بجامه فاضيه. اخلص انا هعملها في نفس الصناعي. ايه قسما عظما لو عملتها ما اكل معاك في طبق واحد طول عمري. عايز اموت. صدقني يابا مش احنا شباب، بس الحال من بعضه وين علينا نعمل زيك. يعني احنا كنا قاعدين زي الهبل وانت بتنتحر. تنتحر يابا؟ انت عشان تنتحر ما تتعبش نفسك وتيجي لغايه هنا وتتعبنا معاك. انت كبيرك تقف في البلكونه عريان، امر الله يجيلك لغايه عندك. بس يلا يا عديم الدم، قوم يا حاج البس هدومك قوم عشان نروحوك.
يلا يلا حق واحد الله وقوم قوم يا عمده قوم سنده قوم سنده وارميه في البحر تاني يلا. هم ليه؟ هما مين دول؟ حسبة كاظم، بحبك يا كاظم، بحبك يا كاظم، خد الدبدوب ده يا كاظم. أحسن منك يا أخوي. في إن شاء الله، ده أنا شعر أطول من شعره، ومناخيري أطول من مناخيره، حد يحب حد اسمه كاظم؟ لخص يا أخوي عايز إيه؟ حق عليا، شفت مفيش حد معبرك في أم المحلة أبو 18 باب ده؟ قال أنت بتيجي من هنا وتروحي من هنا ولا إيه؟ قلت أجي أونس وحدتك. مناسبة إيه يا روح؟ عشقك في الضلمة. يلا يا ولد يلا هونا. انا مش فاهم ام العنطزه دي على ايه. تكونيش فاهمه نفسك حرم طار القويري. اجدع من بياع سريح يا اخويا باتنين ونص وتعالى بص بس 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 اكتمي اكتمي خليكي مع سي كاظم يا حافيه القدمين. سيبني اشوف شغل. عايزين اشوف الناس بتضايقك واقف ساكت. انت فاكراني يا راجل ما عنديش نخوه ولا ايه؟ دي سفلات شغلي وانا متعوده عليها. ما تلفتش نظر الناس. لو سمحت بقى هزعل منك. فورا وتاكسي زبتي ده معاكي. مش عايز اشوف وشك هنا تاني فاهمه ولا لا؟ مش عايز فضايح. ايه اللي انت حبيته ده؟ دي قال عايز الحرق وبعدين انا اللي يبص لك اشرحه. ليه بقى ان شاء الله؟ بصفتك ايه؟ كنت جوزي ولا خطيبي؟ ده انت حيالله واحد صاحبي. واحد صاحبك؟ وصلي صلي عالنبي صلي صلي ما يصلي مش عارف اعمل معاها ايه. تكبر تكبر تعالى لغايه ما حنطير يجي نقعد على القهوه نشرب كوبايتين شاي ونفكروا في البلوات. اقعد اقعد يا سلام. وبالمره بقى نلعب 10 دومنا عشان يساعدوني على التفكير. واحد دومنا واثنين شاي. فيها ايه؟ ما بقولك انا تعبان يا اخي وقرفان وعندي ازمه. تقول لي دومنا وقهوه. ولما يكون عندك ازمه لازم تضربها بالجزمه عشان تتحل. صدق ولا شايف اللي انا شايفه؟ ولا بص بص انا عايز اعرف ايه الفرق بينها وبين خطيبتي. ولا حاجه كلهم كلاب. يا نهار اسود الولا حنطيره لو عرف يموت. اسمع يا هيما احنا ما شفناش حاجه ومش هنجيب له سيره. لا طبعا احنا سكتم بكتم نقتله بقنا ولا من شاف ولا من دري. يا مرت يا مرت يا خاينه يا فاكره انت يا بنت يا ام علا ما تقولش لا. امك ما تقولش لا. خالتك ما تقولش لا. ستك ما تقولش لا. عيلتك ما تقولش لا. امك ما تقولش لا. خالتك ما تقولش لا. يا خاينه يا فاكره انت يا كلب انت وهو لموا نفسكم لننزل ننسل الشباشب على جتك. يعني عارفه ان بنتك ماشيه على حل شعرها مع ظابط وهي مخطوبه؟ ولو ما سكتوش هنبعت له يجي يعلقكم من كوبكم. يعلق مين يا وليه؟ انت فاكراني بنتك هتعلق ولا ايه؟ من غير فضايح يا حنتيره اللي بيني وبينك دبلتك اهي اتفضل خدها.
تمشي بالذوق انت واصحابك يا حنتيره. احنا مش هنتنقلوا من هنا لما ناخدوا كل الهدايا اللي جاب اخويا حنتيره لبيتك، يا اما تبقى الساره صباحي. ها المارد قال ده انت حتى اسمك مدرب الصحه. عايزاني اتجوزك وابقعد اكح. خلاص اتسد انت وهو، هنبعت لكم الهدايا الفالص بتاعتكم. يا اختي بلانيله انا عارفه كان عاجبها فيك ايه. كانت عايزانا بهيريال، لكن ده احنا جدعان قوي قوي قوي، وانا مش متحرك من هنا الا لما اخد كل الحاجه بتاعتي. قرب 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 وجرب، وحنفتح المزاد، مزاد الحب والغرام لمهرجان السياحة والتسوق. معايا دبلتين، واحدة حريمي عيار فالصو والتانية رجالي، ومعايا حب وأشعار وآخر روقان ومكتوب على الحب والغرام، تضرب بيه دماغ حبيبتك وفي الآخر تديك صابونة وتمشي مع واحد تاني. ومعايا دباديب، معايا دباديب، معايا دباديب وأرانب، ياما الحبيب كان عافيهم دم قلبه. أيوة وقفت في الشوارع ليل ونار عشان اجيب دباديب عشان اعجب. معايا دباديب وارانب ياما قعدت فيهم دم قلبي، وقطع في تذاكر في عمود السواري، وحوش في فلوس وجنات عشان نجيب دباديب. دباديب يا ايمان، كل دي دباديب يا ايمان. ايه دباديب نبيع بكام؟ نبيع ب10 زاغ ولا نبيع ببلاش؟ نبيع ببلاش يا رجاله، نبيع ببلاش، نبيع ببلاش. داني عمري ما شفتك مكردم بالشكل ده. كل على الله، كل على الله يابا، يحصل اكتر من كده وربك بيزيح. صلي على رسول الله. ربنا يجعلنا من محاسيب. يابا انت حسب عليا على الصبح ولا ايه؟ لا انا بقول نحلق دقني ونطول شعري ونسمي نفسي باكينام يمكن نعجب. والعظيم اسيب لك الفرشه بالشارع وامشي. خلاص يابا ما تبقاش حيمه قوي كده، بهزر معاك. ايه ما ينفعش الواحد يهزئ ابنه اليومين دول. ماشي يابا هزئ يابا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. متشكرة. لا مفيش أي حاجة، احنا بنحب نخدم أي حد حتى لو كان ما يستاهلش. ماشي يا سيدي. على العموم أنا متأسفة على كل كلمة بايخة قلتها لك، وسلام عليكم كمان مرة. استني طيب استني. يابا خد بالك من الفرشة يابا. ها وما تقلبنيش في غيبتي، وإن اتأخرت يبقى لم الفرشة معاك جدعانة. ماشي. احنا إيه؟ وأنت كنت بتعملي إيه في سنترال محطة الرمل إمبارح؟ كنت عند ماما، اصلها شغاله في السنترات، بعدي عليها نروح مع بعض. ده انا لازم اروح اشوف العده اللي خلفت لنا الجمال الرهيب ده. ولا لم لساني. بقول لك ايه؟ ما تيجي اعزمك على حاجه ساعه الكورنيش. حاجه ساعه يا بارد؟ ليه وانت فاكرني من البنات اياهم اللي تضحك عليهم بكلمتين؟ طب اضحك عليكي بكام كلمه؟ 8 كويس؟ ولا اختصر ياض، لا لم عليك المنشيه. بشوقك، بكره تسوق عليا النداء الالي ومش هعبرك. اخويا بيت.
انت يا بنت، انت يا بنت، انت داخله الكنيسه تعملي ايه؟ هو انت مسيحيه؟ يا سلام يا اخويا على الزكاوه، ده فرح واحده صاحبتي النهارده عقبال ولاده. طب مش كنت تقولي كنا عملنا معاكي احلى واجب؟ ده انا فنان كبير. ما عطلكش يا فنان كبير. سلام. قوي قوي. بسمرات انجمون غنيس انشير ايزوس بخريستوس بالشويس يا بسم الله الرحمن الرحيم وحد زيارة مفاجأة، ناوي ينظف اسكندرية كلها. هتجيب فلوس المحامي منين يا ولد؟ وانت دبرت فلوس المحامي هتجيب فلوس الكفاله منين يا روح امك؟ الله كريم ما تقفلهاش في وش الولد. نفسي احلف لك بشرف اني هطلعك بس عايزك تطلع. سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. نعمه اللي جابك. الشده وتزور. اتفضلي يا نعمه اتفضلي. يعني يا اخي بتعزمها على كاز المشاط دي؟ اهدى شويه عشان ربنا يفك سجنك، انت في ضيقه. ها ابويا وامي؟ نعم ابويا وامي، بس يعني الحكومه اديتهم فرصه يقربوا من بعض، اصل كان في بينهم مشاكل زوجيه. نعمه يابا فاكرها؟ بتاع ايوه بتاع. خلاص خلاص قلبي معاك يا عمي، ولا يهمك يا طنط، السجن للرجاله. طنط بالاذن يابا بالاذن، هوصلها واجي. معلش معلش. يلا سلام عليك. يلا نعمه انت هتفتحينا في الاسم. شكرا قوي يا نعمه، ان شاء الله اردها لك في اي قضيه يلبسها اي حد عندكم. ايه معلش انا مش عارف اقول ايه. ما تقولش حاجه يا حنتيره، ده واجب عليا. مش محتاج فلوس؟ فلوس فلوس ايه، ده احنا اكتر حاجه عندنا الفلوس، ده احنا مش عارفين نصرفها في ايه. يا ابني ما يبقاش عقلك صغير، خد ادي 100 جنيه وبعدين نبقى نتحاسب. طب بقول لك ايه، ما تيجي نشرب اي حاجه ساعه في اي حته بالاحمر اللي احنا لابسينه ده. ايه وايه ده، الله يخرب بيتك، انت في ايه ولا في ايه ده؟ طب بلاش حاجه ساعه، ما تيجي اعزمك على الغدا بال100 جنيه اللي معاكي دي. اخيرا يا حنتيره وافقت انك انت تشتغل معايا. مزنوق يا معلم، مزنوق في قرشين. بلديه مش رحمانه ومش سايبانه في حالنا، كل يوم والتاني تشد ابويا وامي على الحجز، اما بقت حاجه تقرف. عارف يا حنتيره، انا كان ممكن نديك الفلوس على طول، بس انا عايزك بقى تشتغل معايا وتجيبهم انت بنفسك عشان تشوف المساله سهله قد ايه. يعني قصدك يعني تكسر الحاجز النفسي؟ هو ده الحاجز النفساوي. اسبوعين مختفي ما حدش شافك. كنت مختفي فين يا اخويا؟ عايزين فلوس، وحشتنا فلوسك الحلوه. خد 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 يا اخويا، ياخد عداوك. انا مش هاب. مين دي؟ لا ما تخافش، دي مراتي. ما بعدتش كتير عن الفحم. سلام عليك، وحشتنا وبعد علينا، وحشت العيال. السلام يا معلم. انا بقى مش فاهم هعمل ايه بالظبط. انت هتقعد في كشك التذاكر بتاعك زي الباشا، هيجي لك الزبون هيقول لك كلمه السر اللي هي بتتغير كل يوم،
هيقول لك مثلا المعك في القال 5 و5 كده يعني. حاجه من التراث يعني. عليك نور، هيديك الفلوس هتروح من اول الحلاكيس. طب وانا اضمن منين ان الزبون اللي داخل يشتري ده مش متسلط عليا؟ شوف يا حنتيره، زبون المخدرات بيبقى عارف ان هو بيعمل حاجه غلط، علشان كده لازما وحتما تلاقيه ماشي عمال يتلفت حواليه. هيجي لك هيقول لك 5 سياحه تروح بتديله الصنف على طول. بس اوعى اوعى تنسى كلمه السر، 5 سياحه. صباح الخير. يا صباح الزبيب. ها ايه الاخبار؟ مش الاخبار، اخبار عندك. انا ما عنديش غير المسا. المحافظ زياره مفاجاه. ايه ظروفك؟ خلص. انا عايز تذكره دلوقتي. مفيش تذاكر، كله دلوقتي بالابونهات والحلاكيس. ابونهات ايه وحلاكيس ايه؟ انا عايز اخش اتفرج على عمود 5. ياه اخيرا قلتها. 5 ايه بقى؟ ها افتكر 5 ايه. طب اديك اختيارات، 5 نقاوة ولا 5 شقاوة ولا 5 سياحة؟ يا عم اي 5 خلصنا. ماشي ماشي يا باشا. حاضر حاضر. انما سيادتك شكلك راجل محترم كده، ايه اللي يجيبك لغايه هنا بنفسك؟ انت تبعت اي حد من صبيانك. شرفت منطقتنا يا سيادة الدكتور الوزير المحافظ. محافظ ايه يا جدع انت؟ اولي حنتوه عن سعادتك، ده انا رسم لك صوره بورتريه جوه قلبي. اما ايه لحوا يبلغوك. انت بتضحك على ايه؟ وانت ايه حكايتك يا انت؟ ايه شغلتك تحقق مع الناس اللي داخله ولا ايه؟ لا يا باشا دي اجراءات امنيه بس. ثواني وجاي لسعادتك. يا نهار اسود ومنيه، حشيش اودي الحشيش ده فين؟ حشيش ومحافظ. يا باشا انا عرفت سيادتك من اول ما شفتك، بس قلت يعني نتعامل معاك طبيعي على اساس نسيبك على راحتك في العمود. يا باشا احنا ما عندناش حد فوق القانون. انت مين يا ابني؟ ده شاب من ابناء المنطقه فني بيعشق عمود السواري، اصله مثقف خريج تاريخ. كنت خريج ايه بقى؟ معهد اللاسلكي. يا باشا استاذن سيادتك في كلمه كده، انا محظوظ قوي ان سيادتك كنت اول زبون ليا النهارده. ايه؟ اقصد اول زائر يا باشا، اول زائر يعني. تيجي يا باشا اعرفك على المكان التاريخي العظيم ده. اتفضل اتفضل سعادتك. اتفضل يا باشا اتفضل. يا باشا انا كنت عايز اطلب من سيادتك خدمه، يعني انا امي بتبيع كشري وابويا بياع صريح في السوق يا باشا، وجات البلديه قبضت عليهم وربتهم في السجن يا باشا. يعني لو كنت سيادتك تعرف اي ضابط في اسم كرموز يعني بكتر خير. طب يا باشا انا شكلك ما تعرفش حد هناك يا باشا، معلش. لا يا باشا عمود قديم جدا يا باشا، عشان كده مهم، وكان في شويه عمدان صغيره كده بس ما اعرفش راحت فين يا باشا، الظاهر حد سرقه. ورا العمود ده بقى يا باشا في كميه تراب كبيره جدا وواسعه بتاعت ميتين يا باشا، يعني بعيد عن سيادتك يعني. بقى ناس عايشين فيها بقى، ويعني في ناس بقى اولاد حرام بيبيعوا مخدرات فيها يا باشا وحاجات كده، حشيش يا باشا، بيبيعوا حشيش في التراب يا باشا. اتفضل يا باشا. لا ربنا يعلي مراتبك يا باشا وتمسك محافظ السلوم يا رب. يا رب يا باشا يا رب. ايه رايك في العمود يا باشا؟ عمود يعني يا باشا. لا طويل يا باشا، عمود طويل. سلام يا استاذ ريشة، متشكرين اخويا. متشكرين تعبك يا معلم شاف. يا عم تعبك راحة يا عمنا. ربنا ينصرك على المكافحة يا حاج، إلهي ربنا ما يطفلك ولعة أبدا. الله يخليك يا كل الجدعانة يا معلم. متشكرين يا حاج. الله ياما، مش ده المعلم شاف برضه اللي ما كنتش تهوى بتقولي لي ابعد عنه مالكش دعوة بيه؟ كلمتين في الهوا يا بولسان عايز قطعه، نردها لك في الأفراح يا معلم. ما خلاص يا أختي هو نشيد. إلهي تولع بجاز. بقول لك إيه؟ أنا عايزك في مصلحة كده. ده أنا اللي عايزك في حاجة مهمة أوي. طب بينا بقى. اتفضل. بص بقى يا حاج، أنا ما ينفعش في الكار بتاعكوا ده خالص نهائيا بتاتا. أنا كنت هوجه أكبر ضربة لصناعة المخدرات في الشرق الأوسط. أنت بتضحك يا حاج؟ يا حاج أنا كنت هشمت فيكوا تجار الهيروين. تخيل بقى أما كان يتعرف إن صبي من صبيانكوا كان هيبيع حشيش للمحافظ. محافظ يا حاج. بقول لك يا حاج اخلعني من دماغك. أظن يعني مش معقول هتلطخ مشوارك المهني على إيد واحد زيي. وبالنسبة للكفالة اللي أنت دفعتها بعون الله بعون الله هردها لك. ايوه يا حنتيره، بس انت عارف ان دخول الحمام مش زي خروجه. انا عشان العشره اللي بيني وبينك والعيش والملح اللي كلناه مع بعضينا انا هعتبرك ما دخلتش الحمام من بابه، بس على شرط يا حاج ليه عندك خدمه، لو عملتها لي مش عايز فلوس الكفاله اللي انا دفعتها.
لو مش في الشيء رقبتي. لا هي في لزوم الشيء. شوف يا سيدي، انت هتعمل اللي انا هقول لك عليه بالظبط. بص ولا حنطيره، في توريد فحم اكسترا جايه من بلاد بره. حاكم الفحم المصري ما عادش له زباين غير الفقراء. التوريده دي بقى هيبقى سعرها حراق، وعشان كده عايزك تلملي شويه من المقاطيع بتوعك. هنلبسكوا اخر شياكه وتركبوا عربيه قلاده، هتنزلوا على المزاد. التجار هيستغربوا شكلكم وهيسالوا اني بقى هكون زارع ناس تتكلم عنكم. ودول مين ان شاء الله؟ دول رجاله شوقي بخون. يا ساتر، واللي رمى رجالتهم علينا؟ اصله داخل بيقش السوق باين علينا وعلى الفحم. مين الراجل الغريب اللي معاهم ده؟ انت يا اخينا لو سمحت وريني عينه من الفحم. ليه؟ ليه؟ اليوم مغامزي مكاسي مولتك عشو متلاش مصوم. كريسل بومبين ستريلاس. عشان معايا خبير اجنبي بيفهم في الفحم كويس جدا، جايبه من كازاخستان عشان يكشف لنا على الفحم قبل ما نخش المزاد. من طلع ما بيفهمش هنخليه يدرب في الاهلي ان شاء الله. بتقول سعادته منين يا فندم؟ من كازاخستان. ودي ليها علاقه بالفحم؟ ده دي اللي ولعت في الاتحاد السوفيتي. انتوا ما بتقروش جرايد ولا ايه؟ احنا تحت امر الخبراء وتحت امر سعادتك. زيما زي خاسيمو فاتن كان كنس ترول بينست. خير يا فندم؟ خير ايه؟ الفحم ده مغشوش، ده وزارة البيئة والصحة مش هتوافق عليه، ده مليان خامس بوتاسيوم فاسيوم. ليه بس يا فندم؟ إن شاء الله خير. خير؟ بقولك خامس بوتاسيوم فاسيوم، وأنا بقولك تالت ولا رابع، ده يجيب ارتجاج في المعسل. أيوة، يبقى عشان كده، يبقى كل التقارير اللي جت لك كانت صح ومظبوطة. يوم ماسيا، عايزين نكتسموا لي تقارير ماسيا أو زينسنا. أنكروزس بول. أنكروزس سينس كارس. بيقول إيه يا فندم؟ بيكح. بيكح وبيدعي على الظالم والغشاش. أيوة. اعتقد يا فندم ان احنا لازم نمشي لان التسم ده ممكن يولع فينا. انا مش عارف اقول ايه كده. البلد اتملت غش، كل ما اجيب حتتين فحم يطلع فيهم خمس بوتاسيوم فاسيوم. ازاي يعني الكلام ده؟ يعني اسافر بره عشان اشرب حجرين ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. واول ما تخلصوا تخلع انت واللي معاك ورجالتي هيكملوا. وصيه البحر من بيننا وكلنا اتنين، بتهدى الموجه نتعاهد، وتعلى الموجه نتباعد، ونرجع تاني نتواعد، وتاه البحر من بيننا. بحر ايه يا ابني اللي هيتوه؟ ايه اللي هيتوهه البحر؟ حزيني ما ينفعش. ما اعرفش انت متغير بقالك فتره كده. ما في ايه؟ انا يا حبيبي ما ينفعنيش الكلام ده. انا لا اتعامل لا مع هاني شاكر ولا كاظم الساي ولا الناس دي. ايوه معاك الاستاذ كمال. مين معاك؟ لا مش ممكن بقى. امير الغناء العربي. ازيك يا شعبولة؟ وحشني يا روح قلبي. طب ثانية واحدة، خليك معاك. معاك حاجة تليق لشعبان؟ استنى معايا مفاجأة بقى. اسمع دي يا حبيبي. وسقط البحر بيننا واحنا كنا اتنين، بتهدى الموجة نتعاهد، وبتعلى الموجة نتباعد. ايه وحشة؟ ما انا بقول له الكلام ده. يابا انت عامل لي فيها اجنبي ليه كده؟ وبعدين ايه حكايه المجلات دي اللي مليانه صور عريانه اللي انت عمال تبيعها؟ بنقول لك ايه، سيبني ناكل عيش من سكات. وبعدين انا تاجر مجلات ازياء وموضه. يابا ده مفيش نتايه وقفت عندك من الصبح، مفيش غير شويه العيال اللي بتقلبهم في باريس وبرستيم الفرجه على المجلات دي. يا سلام، طب ما انت طول الليل بتمقع عينك في المجلات. خلاص انا بطمن يعني عشان ما يكونش فيهم صوره كده ولا كده. يابا انا خايف عليك. اتمسك تموين ماشي، انما اداب بلاش. بقول لك ايه، اسرح واتكل على الله. طب خلاص، خد يابا، خد 50 جنيه دي كسبناهم من شغلانه كده. خد بشرق نفسك. طيب ماشي يابا، بالاذن يا كبير. ماشي، خمسه ونرجع. ماشي يا حنتيره. انت بتذاكري ولا ايه؟ اتفضلي، واحدة ليكي واحدة ليا. الله، ما انت طلعت بتفهم اهو. انا برضو قلت ان البنات بتحب الحاجات الهايفة دي. طب اسكت بقى عشان انت هتبوظ حلاوة اللي عملته. انا هسكت خالص، بس اقول بق واحد مفيش غيره. انا جاي اعزمك على اكلة سمك، وفي المكان اللي انت عايزاه، وفي الميعاد اللي تحدديه، وقدام الخلق دي كلها، وقبل ده كله قدام ربنا. انما لو قلتي لا، انا هولع فيكي وفي نفسي وفي المحل ده كله. خلاص ماشي، انا موافقة. الله، تصدق اني اول مره نيجي ابو قير؟ لا ولسه، ده انا اعرفك على اسكندريه اللي محدش يعرفها غيري.
تسوقش فيها اخوي، هي مره والسلام. طب خش يا علا. ايوه يا علا صح يا عمده. ولي عرفكم نعمه. ها دول بقى اخواتي هيما وعمده. ما انا شفتهم في الفرح، كانوا مولعين الفرح. بسم الله ما شاء الله، حلاوتهم من ساعه الفرح قوي. اه والله فعلا. ايه انت وما تهم نفسك يالا، في ايه؟ بلاش حركات السواكه دي، شكلكم باخ قوي، انتوا بتمسحوا جوه، هتغدونا ولا ايه؟ انا عشان خاطر البسيمه المحشيه جوز وعن جمل نعمله البدع. خد ياد هنا يالا، عمال اقول لاخواتي ما تحترم نفسك. اقعد يا نعم. اتفضلوا السفره جاهزه. اقعدي اهو. الله، أنا عمري ما أكلت سمك بالطعامة دي. انت عارف لما قلت لي انك هتعزمني على الغدا فكرت هتعزمني على فلافل، على كشري. كشري كشري دي ما متحنتيرة محرجة عليه، ما ياكلش الكشري خالص من هو عيل صغير. العب غيرها، انا منسيها على الفيلم كله يا حبيبي. ليه عرفت ان مامتك دقة زيادة خلي الكشري؟ الله يرحم امك بقت الحب. عايز مني ايه يا حنطير؟ بحبك يا نعم. طب وبعدين؟ طب وليدي وانا كمان. بلاش غمضي عينك، بربشي، العبي في شعرك، قلطمي على وشك، اعملي اي منظر. ليه انت فاكرني بتوع الجامعه ولا ايه؟ انا معايا دبلون، يعني بنحب نجيبه من الاخ. ماشي انا عارف انك بتحب تجيبه من الاخ. طب اخرك فين يا نعم؟ لو هترمي بياضك بالحلال انا زي البحر مليش اخر، انما لو ليك شوق في الطياري اخري لابساه في رجلي وهنسله على دماغ. ايه الادب دي يا نعم؟ يا نعمة معانا، لو بعرف اقول كلام متزوق من بتاع الواد عمدة كنت قلته. وربنا المعبود اللي ما نعرف غيره، أنا بنحبك وبنموت في أمك وعايزين نتجوزك دلوقتي حالا. بس أيوة هي بس دي. بص بقى، أنت لا شفتني في نادي اليخت ولا علقتني من على الكورنيش، يعني ولا غشيتك ولا غشتني. قولي يا ابن الحلال مقدرتك إيه؟ وأنا لو ما وقفتش جنبك يبقى بت مش تمام. ما هو أصل لو نطقت كلمة زيادة يبقى أنت رشدي أباظة وأني بنتلزق فيك، وأنت بنسوق وعارف إن قال عن حاجة خلقها ربنا هي الفصار. خلص الكلام، سلام. يا بنت طب استني هوصلك. جاتك البلا فيك أنت وأهلك ما عرفوش يربوكي. قال وأنا جاي أفسحك في المنتزه. يا بنت خد يا بنت، ضيعت لحظة رومانسية بتتكلم. زي ما بقول لك كده اهو، بكره بعد صلاه الجمعه هنصلي العصر وفي المغرب هروح اخطبها من امها. نعم عايز تقنعني ان انت هتتجوز تنضف؟ ليه وانا مش بني ادم ولا ايه؟ وبعدين انا زهقت من الرمرمه. ايه اشمعنى دي عشان اديتك على نفوخك؟ لا يا حبيبي، عشان بنت غلبانه ومنكسره وبنت حلال، وبعدين هتعيش على قد اللي معايا، مش هتيجي تقول لك انا عايز اتعشى بره. وعدادة لسه ما اتكسرش. عدادة بكره ربنا يكرمك وتكسره بالحلال. لا تاكس يالا ولا ايه؟ وبعدين انا اقول انت ما تقولش. وبلاش الضحكه دي عشان بتخوفني منك. مخوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك إني بحبك. أنا قد حبك وأنا قد قلبك لكن بحبك. أحب أعرفكم. مش عايزين؟ لا لازم تتعرف. السيدة قوت القلوب بتشتغل في مجال الترفيه، الأستاذ حنطيرة والأستاذ هيما زمايلي في نقابة تعبانين ملة، ودول طبعا بعد إذن حضرتك داخلين في إطار الصفقة بتاعتنا. ها سمعاني ولا ايه؟ سمعاك بس انشار اخد 10 دقايق راحه بعد كل نفر. انت جايب لنا ميكروباص ولا ايه يابا؟ انا نازل هنا ايما بدفع لي الاجره. لا فارمل بلاش حكايه ال 10 دقايق دي، وخليها شوط واحد وخلصوا بيه الهدف الذهبي. انت ايه هتلعب في كاس العالم؟ تكبرها دوري شركات. خش يا حبيبتي خش خش، دي ناس مش مقدره شقائق من اجل اسعاد البشريه. اللي قدامكم دي بتؤدي عملها باخلاص، اخلاص بنفتقده في كثير من المواقع الانتاجيه. خشي يا حبيبتي خشي خشي يا حبيبتي. انا الان اوعى الولا عمده، مش مطمن من ساعه ما شفت الجده بطه دي معاه. انت عارف الجماعه المسقفين دول اعصابهم بتبوظ بسرعه. الحمد لله على الجهد ده نور. لو النور بيطل من وشك قوي. يا ريت نقضيها سينما صامته يا عمده، عارفين انك جامد يا عمده يا عمده. انا عارف انا عارف ان الوضع مهين يا عم. انت هتحللها نفسيا؟ خلص انت بتفحت. يلا نعمل كبسه. ايه ده انت بتحنسها؟ اعتقد انها تذكرت شيء من الماضي. قصدك شيء من الخوف؟
داخل عند المصرف وبين بينا عليا. هو ده وقت يا ست قوت. عين عليك يا عمده. يا ست مش قبل ما تنسي الشغل انت بتخلصي مشاكلك مع التامين الصحي. ازاي في وسط الزحمه دي؟ الام بيبان عليها تعرفها من حنيتها. يعني على الليل بتكشف على مشاعرهم. تعرفها بالشبه يا ناصر. ما انصحكش اكتر واحد يشبه لها الراجل اللي قاعد هناك ده. طب بس انت اهو خد لك ساتر بقى. خد لك ساتر. يا ام نعمه يا حاجه ام نعمه يا ام نعمه ام نعمه انت اخينا تعال هنا. انت مزعق ليه؟ اهي خد السنكوتش. هو حضرتك لا مؤاخذة أم نعمة؟ أيوه عاوز إيه؟ أنا الحقيقة كنت جاي أطلب النمرة كام؟ نمرة إيه؟ قولي بس أنت طالب فين؟ لا أنا الحمد لله مخلص ومعايا إعفاء نهائي، أصل أنا وحيد أبويا وأمي. أنا بقول لك أنت هتتكلم فين؟ ولا تفرق ولا تفرق، أنا أجيب أبويا وأمي ونتكلم في أي حتة، في الصالون، في السفرة، في بيت السلم، ما بتفرقش. يا حضرة أنت هنا داخل السنترال. أيوه أنا عارف. قولي أنت طالب فين؟ طالب يا أم نعمة أنا جاي أطلب إيد بنتك نعمة. خش الكابينة تلاتة. نعم خش الكابينة تلاتة. يا تاتا حاضر حاضر. أيوة يا أحمد يا ابني عامل إيه في الغربة؟ ربنا يطمنا عليك يا حبيبي. يبقى اتصل بينا الله يبارك لك. السلام عليكم. إزيك يا خال عامل إيه؟ كويس؟ سلامات. اشرف عامل ايه؟ ازيك ازاي البلد عندك؟ انا جيت اصرف الحواله ما لقيتهاش لسه. اعمل ايه والعيال معايا؟ انا شايفه حبيبي عامل ايه كويس وحشني قوي قوي قوي. هاتك امه. ارفع السماعه. ليه حضرتك هتطلب البوليس ولا ايه؟ بوليس ايه؟ انت مش حنتيره؟ انا حنتيره. الله طب ما حضرتك سامع عني، امال لازمتها ايه الزنقه اللي احنا فيها دي؟ انا ما بحبش اتكلم عن الحاجات دي قدام الزمايل لان ممكن الحاجات دي تتحسد. حاضر حاضر. اتكلم في التليفون. حاضر حاضر. مفيش حد مفيش حد في التليفون. انما حضرتك ما شاء الله يعني باين عليكي ست كامله وعاقله وزي الفل. بنتك نعمة طالعة كده لمين؟ هي بنتك ولا حضرتك متبنيها؟ أنا ما كنتش متوقعة إنها جاي، لكن نعمة كانت واثقة فيك. أنت كنتوا متراهنين عليا ولا إيه؟ إحنا هنهرج ولا إيه؟ أنت عايز إيه؟ أنا عايز أكلم قطر مدتين. حضرتك عارفة أنا عايز إيه؟ يا ابني بس في حاجات ليها أصول. حضرتك بقى هتقولي لي فترة خطوبة سنتين وتتعرفوا على بعض وأقعد أجيب في دباديب في دباديب في دباديب. لا أنا أوفر تمن الدباديب دي للتقايل. أنت مستني إيه يعني؟ أجوزك بنتي من أول نظرة ليه؟ عشان عدالتك يعني؟ على فكرة أنا كنت شاكك إن حضرتك أم نعمة وكنت هقول لك وريني البطاقة، لكن دلوقتي اتأكدت فعلاً إن أنت أمها. بقول لحضرتك إيه؟ الملخص والمفيد، إحنا نخش على الشبكة ونظبطها، نوصل لكاتب الكتاب ونقشط ونظبطه ونفلطه. أنت جاي تتجوز ولا جاي في نقلة رمل؟ الجواز لي أصول يعني لازم يبقى عندك شقة، إيجار جديد قديم، المهم يبقى عندك شقة إن شاء الله حتى يكونوا أوضتين وصالة. هي نعمة مش مرساكي على الفولة ولا إيه يا حاجة؟ أنا متفق معاها نبتدي حياتنا كده في الحنين على قدنا، يعني ممكن نأجر كابينة زي دي ونعيش. لعب العيال ده أنا ما يلزمنيش. إذا كانت بنتي اتفقت معاك على حاجة فأنا كلامها ملوش أي اعتبار عندي غير إن أنا ما عرفتش أربيها وأنا ما عنديش بقى بنات للجواز. وتفضل بقى اطلع بره بره. حاضر حاضر حاضر. حاضر حاضر هكلمك بعدين هكلمك بعدين. اتفضل اطلع بره. حاضر. اطلع بره. طيب حاضر فضل. اطلع بره بقول لك. طيب ما انا طالع. اطلع بره. اطلع حضرتك الاول. اطلع بره والله تعالى الاول. طب اطلع يا اسمي. اطلع انا عايز اطلع والله. عامله ايه؟ عامله ايه؟ ثواني بقى نفسي اعرف المنطقه المسؤوله عن الحب في الجسم دي تبع انهي محافظه عشان نولع في امها بجاز. خد السمسمه دي بقى واضرب كده وانت بكره تعال وتبقى زي. طب انتوا عارفين الستات دول عاملين زي ايه؟ زي النسوان. لا لا الست دي تبقى عامله زي القميص الجديد، اول ما تلبسه من هنا توبر على طول من هنا. ايوه البت اول ما تحبها تقوم موبره على طول، عشان كده لازم تنقعها في ميه ساقعه قبل ما تلبسها. انتوا عارفين انا اللي عاجبني فيكوا يا اولاد ان انتوا قدرتوا تختصروا المسافات. انا لما كنت في سنكم كنت مهموم بالحياه والواقع، ده احنا اتضربنا ضرب في المظاهرات
كنا عايزين نحقق أحلام شعبنا، وهو أنا أحلامي والبلد زي ما انتوا شايفين. يا ريتني عملت زيكم وشفرت الواقع وعشت غريب عنه. لا لا يا دكتور، لا انتوا احنا عايشين واقعنا مغموسين فيه لغايه شعر راسنا. انتوا بقى كان عندكم حلم كبير، احنا بقى احلامنا صغيره متفرنطه. والله برافو عليك يا عمده، صح، هم حلمهم كان كبير زي باكيته البانجو كده، احنا بقى حلمنا صغير، فرفطنا الباكيته ده ايه وعملناها سجاير 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 سماسير يعني. نعمه نعمه اصحى بقى، نعم اصحى نعمه يا أميرة حبي أنا، يا أميرة حبي أنا يا نعمة، أريد حبا وحنانا، اذكريني لا تدمرني معك. أم نعمة أنا هجيب لك كل الحاجات اللي أنت عايزاها، وهجيب لك شقة في البحر على السلة، شقة في السلة على البحر، وهجيب لك كمان يخت في نادي اليخت. يا أم نعمة يعني أريد حل، أرجوك أعطيني هذا الدواء. تحب ننزل نفرجك على فيلم المختصبون؟ ككنيلة ككنيلة وانت شكل محسن سرحان في فيلم حبيبي دائما. ما كانش بيمثل فيه يا عم انت. امال دوكا كان اسمه ايه؟ من ثلاث كلمات ونص. كلمات ونص؟ فيه ألف ولام. ايه اللي بتببه ده يا سيد؟ امشي انا من هنا لانزل اكسرك. خلاص ما تزويش كده، لا كن في عورك يا سيد. طريق عيني عم بتتلكك تقوم تلعب افلام معايا كلب ماشي في الشارع. سلام يا سيد، خش جوه يا ولية. انت كنيلة في بعض البورة صحي تاني ولا دول عفريته ولا انا رحت النار ولا ايه؟ سمعوس ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه هنا ده؟ منطقه سريه دي ولا شقه مفروش؟ ده مكان تاريخي عظيم يا جدعان. منديره ما توديش نفسك في داهيه، مالكش دعوه باللي بيحصل هنا خالص. والا والا ايه؟ انت هتهددني ولا ايه؟ خلاص بقى، انت اللي جبته لنفسك. وطبوه يا رجاله، الو طبوه، يلا لم العده دي وامشي من هنا. يلا طبوه عورك. قال لكم وطبوه، انتوا كده بوظتوه. بلاش تحت. الله يكون فقد الذاكره. يلا يا عم حيرت قلبي. بقول لك ايه، لو عندك استعداد تربطي نفسك بيه انزلي لي. يلا. مش عارفه ياما، بس حنتيره طيب وحنين وابن حلال. بس فقير؟ الفقر مش عيب ياما. لا الفقر عيب، الفقر عهب مستديمه. اساليني انا ولا اسالي روحك.
هنتيرة راجل ياما صحيح الدنيا ملطشه معاه، بس لو طلبت عينه هيدهاني. اللي زي الواد ده ينفع محطه تعدي عليها؟ ما ينفعش محطه تقف فيها، وبكره ربنا يرزقك باحسن منه. عمري ما بيع نفس اللي يدفع اكتر. هنتيرة من توبي، هنصبر عليه واصبر علينا لغايه ما ربنا يسهلها. انا رحاله ياما. هنتيرة حبيبي عملوا فيك ايه؟ تلاقيش مش عم مستقبلك يا نعمة، انا لسه راجل يا بنت. طب تعال نطلع فوق عشان انت شكلك بتنزف. ده انا بنزف من كذا منطقه. انما تجيتي متاخره ليه كده يا نعمة؟ زي البوليس في الافلام العرب، مش عمال اقول لك ولا تضيعني معاك يا حبيب العمر. ليه سبتيني؟ انت لسه بتحل الهزار. بالراحه يا نعمة. طب تعالى يا اخويا. انت شارب حاجه؟ لا مش شارب، انا لحيه. يعني ايه لحيه؟ فوق بقول لك الترجمه فوق يا نعمة. طب تعالى قوم. بالراحة بالراحة. اتفرجت على الخناقة من أول؟ شفتهم هما بيضربوك. الله، طب ما نزلتيش ليه يا نعمة؟ وأمك اتفرجت؟ اتفرجت. ورأيها إيه؟ اضحك يا نعمة. ماشي، أكيد مبسوطة أمك مني. لا اله الا الله، انا كنت بحلم الشيش ده يتفتح وهم الاقي نفسي في ضربه شلوت ممدد على الكنبه جوه، ومزتين زي القمر بيعالجوني ولا كاني عيسى العوام في فيلم صلاح الدين الايوبي. انت بتعملي ايه يا نعمه؟ بنمسح الدم. هو دمهم طرطش عليا؟ انتوا فاهمين ان انا اتضربت ولا ايه؟ ده انا بعد ما طحنت السته الاولانيين جايين نناول السبع في عينه، قام عامل كده ورحت واقع على ظهري وش الشلفط. دول كانوا اتنين بس يا حنطير. يبقى انت ما اتفرجتيش من الاول يا نعمه. انت لسه ما همتش. وانت ايه اللي ودك هناك في ليله البدر بالذات؟ مفيش حد نبهك قبل كده؟ وحيات امي ما اعرف ان في حد بيروح العمود بالليل غير المقاطيع بتوع النهار. دي المنطقه كلها عارفه اول كل شهر محدش بيهوب هنا خالص، عشان في راجل من كبار البلد بيجي هنا بيعمل سهره اسمها حمرة. قال انت ما سهرتيش سهره حمرة قبل كده يا حماتي؟ ولا انا اقصد ايام المرحوم عمي كان نفسي قبله. اتلم يا ولا، انا مش طايقاك، بس انا هعمل ايه؟ اتنيلت على عينها وحبيتك. عقبال ما ترضى عني وتحبني انت كمان يا جميل. انا هقوم بقى اعمل لك لقمه علشان تاكلها. الحمد لله ابتدت تحبني. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. يا ترى انتوا شايفين يعني ان ابنكم حنتيره مستعد للجواز؟ كله على الله والحمد لله، وان شاء الله برضو ربنا هيعديها على خير. يما انا ده ناقص. استجدعي. انت اشتريت سكوتي بخمسينية، شوف كلام المزوق بقى هيساوي كام. استجدعي معايا وانا هظبطك. عايزه كارتين من اتيل. ايه؟ وسندوتشين همبرجر بالجبنه كومبو. كومبو؟ يلا هما هجيب لك كل اللي انت عايزاه. والله الواد حنتيره ده رغم الملاحظ الكتير اللي انا شايفاها فيه، لكن هو ابن حلال، وابن حلال دي بقى الحاجة الوحيدة اللي اضمنها لك فيه. واضح رأي مامتك فيك. يهمني بقى أعرف رأي الوالد. لا أنا أقول لك عن رأي أبويا فيا بمنتهى الصراحة. أني لو مطرحك نفكر ألف مرة، إنما مادام مش مطرحك اتكل على الله، جربي وأنت خسرانة حاجة. لا مؤاخذة يا أستم نعمة، أنا من ساعة ما قعدنا وأنا مزنوقة في سؤال. اتفضلي حضرتك. ايه يا اختي الكراتين الكتير اللي عندكم دي؟ ده جهاز نعمه. يا ما شاء الله، كل ده جهازها؟ يا ما شاء الله. مقشره يا ولا. يا ريتها مقشره، ده انا طفحت كنت عشان اجيب لها كل الحاجات دي، لكن الحمد لله ربنا اكرمني وجبت لها كل حاجتها، الصيني والكاسات وطقم الشاي والفناجيل وطقم الجلي وكله كله كله. الحمد لله ربنا وفاك. اهم حاجه في جهاز البنت طقم الجلي، لان الجلي ده مؤاخذه محتاج معامله خاصه يعني. بس يا نعم. مبخت يا ولا مبخت، الثروه دي كلها هتبقى من نصيبك. امك اتجوزت بحله نحاس مخرومه وكوس خشب. عارفه انا شايفه يا ابني ان كلامي مش عاجب اهلك. ما هو انا رسيتك على حقيقه وطول العيله، انما لو تحب اوزعهم ونقعد انا وانت على استنفراد انا ما عنديش مانع. لا مؤاخذة يا استمو نعمة، انتوا ناس طيبين، بس حكاية الكاسات والجيلي ولطقم الصيني دي حسستني الولد ده طمعان فيكم مش مرسيكم على الفولة. ده صعبة.
خوفنا لا يكون مفهمكم ان ابوه سفير وامه سيده روتري. مالها يا ابو حنطيره؟ انت هتغلط ولا ايه؟ ايه لوتري دي؟ يما يما دي مش شتيمه، دي كافيتيريا بس غاليه شويه، هباخدك ونروح ناكل فيها الكومبو هناك ونشرب الماء المعدنيه رواق يما. انا بقى كل اللي يهمني كأم اني بنتي تعيش مع راجل يصونها ويحامي عليها ويسعدها وبس، والرزق ده بقى خلوه على الله. يسلم فمك، احنا كده على ميه بيضه مع بعضينا. وبالنسبه ليا انا ان شاء الله هحط نعمه جوه عينيا الاثنين. هطنط طنط؟ شوف انا امك بقالي قد ايه اللي عمرك ما قلت لي يا طنط. الحمد لله طقم الجري سليم. كمان بحبك لو النار وبموت فيك كتاب الله وبعشقك السلام. الله يسلمك يا ماما. ازيك يا حماده؟ جايب لك معايا بطاطا معسله ودوره مشويه على الجريل واخرتها معاك يا حنتيره. عينك ان شاء الله. مش باين. بقالك 3 اشهر دلوقتي داخل خارج عمال تتفسح وتسهر وتهزر وكل حاجه، وانا ساكته واقول وماله؟ خليهم يفرحهم ويتهنوا. يا بنت اصبري، بكره الجدع يرمي بياضه ويوريكي ان هو قد المسؤوليه. لكن انت ولا هنا، لا جبت شقه ولا اشتريت عفش. مش وقته الكلام ده يا ماما. لا وقته ونص. يلا اتفضلي اتفضلي، خشي اوضتك واوعي تنطق كلمه واحده. يعني عايزين اعمل ايه يا حماتي؟ نضرب الارض تطلع دولارات ولا نصطاد سمك هنلاقيها في بطنها اوضه سفر؟ لا يا حبيبي، تعمل الاصول. انا بقى مش هقعد كده اتفرج على بنتي وهي عمرها بيضيع. انا عايزه اتامن على مستقبلها. واني ما ضحكتش عليكم وقلت لكم ان انا هبقى مليونير على اخر الشهر. انتوا عارفين ظروفي ونعمه مقدره، وادينا بنسعى اهو. واني مش هضحك عليك، بيني وبينك الخطوبه دي كانت غلطه ولازم تتصلح، والكره دلوقتي يا ابني في ملعبك. اثبت لي بقى انك جد ووريني عقد شقه، ايجار قديم، ايجار جديد، ساعتها بقى هفتح لك بابي واشيلك فوق راسي. ما تاكلهاش منهم. خير؟ في ايه؟
هو يا عم، هو يا عم نفسه ام الموال بتاع كل مره، بتاع حماتي الشقه والعفش والفلوس والملايات والنجف. انا مش عارف اعمل ايه، ولا عليها في نفسي عشان ترتاح مني. في ايه حنتيره؟ امه خايف على بنتها يا جدع. في ايه يا عم؟ يعني انا كنت هقتلها بنتها؟ انا عايز ثبتتها يا اخي. وبعدين انا ما انا حكيت لهم على كل ظروفي وقالوا امين، يعني ما كذبتش. الحكايه دي مش نافعه، وشكلنا كده هنعيش صيع بقى وخلاص. يا عم ما تظلمهاش كده وخليها على الله. بقول لك يا حنتيره، الراجل اللي اسمه تحسين باشا ده بتاعك ده، ما شوفه كده ممكن يكون يعني يعرف حد من معارفه في المحافظه يجيب لك شقه في المحافظه بتاعتنا. يا ابن الجنيه يا لا عمده، انت 100 100 يا دينار يا جابوسي. طب بينا نقوم نروح له دلوقتي. ابوك ابن كلب اشتريتنا بفلوسك لشغلانه تقرف. وفي ايه يا باشا؟ يا عم مالك متزرزر ليه؟ انتوا ايه اللي جابكم في الليله الطين دي؟ ده جات له الحاله. طب ستات وسكتنا ما توصلش كده كمان. طب بيقول لك جات الحاله. بقول لك ايه، حاله مش حاله، انا هخش يعني هخش. خش يا دكر. بلاش دكر دي لا يطمع فيا. لا انا مش هسيب حاله يا باشا. كسره حقك يا كلب، انت حشره، انا فازك باصغر صباع عندي. وفي ايه؟ شكلها خناقه على صباع. هنشوف مين هيفحص التاني بصباع. مش بقول لك خناقه على صباع؟ يا بتهددني يا كلب. جايين نديك صوابعنا يا باشا. لا نهزر نهزر، هاتوا العيال بيضنوا، جيتوا فاتوكوا. يلا غني. حاضر يلا نفلق. احسن نضربنا بالنار لو جري هنا. يا عم يعني احنا لو قعدنا هيضربنا بالروسيه. يلا 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 نجري، هو متدهول كده. يلا تضربوا تقولوا ايه؟ ما تغنوش ليه؟ يلا غنوا. قوم يا قوم يا مصري، مصري دايما بتناديك. قوم يا مصري، مصري دايما بتناديك. انا عايز حاجه لعمرو دياب. بس عمرو دياب مسافر يا باشا، هدي اعصابك، احنا نروح نجيبه يجي يغني لك هنا تملي معاك. فلع يلا. مش مصدق ان انت ممكن تفكر في كده. وما فكرش في كده ليه؟ شنطه متروسه فلوس ومفتوحه ومتسابه، وتحسين البغلي ده مرمي كده من غير حراسه. هديه هديه ربنا بعتها لشباب غلابه زينا. احكم بكام جد يالا؟ ده احنا هنروح في داهيه. عايز تسرق حنتيره؟ انت مش عارف ان السرقه دي حرام؟ حرام؟ واللي بيحصل فينا ده مش حرام اخويا؟ احنا مش في غابه يا جدع. لا يا حبيبي احنا في غابه، احنا في غابه وتعودنا فيها نبقى قرود مسلسله، لكن انا بقى طهقت وزهقت ومانيش مكمل قرد. كمل انت لو عايز. هتيجي معايا ابراهيم ولا لا؟ لا يا عم انا بنخاف، احنا مش عارف الناس دي. انا بقى الدول يا ابراهيم. مش هسمحلك تضيع نفسك يا ابني، احنا ضايعين خلقه. اوعى، قلت لك مش هسمحلك تضيع نفسك. اوعى يا ميت من وشي. فين مادو حسن عطا الشهير بحنتيرة؟ اعمل ايه؟ احنا بنحب الحكومه يا باشا. هتقولي احنا بنحب الحكومه يا ناصي. ولا قوم بس، قوم يلا يا باشا. فين؟ قوم فين يا باشا؟ تعال 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 تعال. خد الفلوس دي وقوموا له واحد محامي. احنا مش جينا هنا عشان خاطر فلوسك، احنا جينا عشان نشوف لنا حل في الورطه اللي احنا فيها دي. شوف حد من معارفك تدبرنا. ادبركم؟ وولي لو كنت اعرف ادبر ولا افكر لنفسي كنت عشت السنين دي كلها هنا. يا عم خلص امي، انت هتيجي ولا لا؟ انت هتقعد تقول لنا في الكلام المجعلص بتاعك ده ونسيب الولا مرمي في السجن؟ بص بقى، انا ما باكلش من كلام الاوانطه ده. اللي يسيب الدنيا ويجي يعيش في مكان زي ده لا مؤاخذه يعني يبقى جبان. وايه المنتظر من واحد زي حنتيره غير انه يحب واحده متخلفه زي؟ بص بقى، هتطلع معانا من السكات ولا نفرج عليك الميتين اللي قرفوا منك؟ هطلع اطلع للعالم اللي بره ده ازاي؟ ده انا ما قدرتش افهمه زمان،
هفهمه ازاي دلوقتي؟ يا عم هتلاقيه زي ما هو بحلاوته بعفانته، لو قعدك هنا غيره ولا خروج من هنا هيغيره. طب يبقى عايزانا اخرج له تاني ليه؟ يا عم اعتبره تربه بس براح شويه. يلا يا اخويا يلا والنبي يلا يا دكتور ورانا مساجين يلا يلا. لا 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 مش هقدر افهمه. انت بتعمل معانا ليه كده؟ عايز افهم. احنا جبنا تساعدنا، خش اوضه بيتك بلاش، انت لوحدك تربه. يلا يا جماعه. استنوا استنوا. وكتاب الله انا ما عملت حاجه، انا يا دوب نطيت من على سور الفيلا ودخلت وكنت مرعوب وملبش وركبي سايبه وحالتي بالبلا الازرق. بصيت لقيت الراجل اللي اسمه تحسين ده مدد جثه هامده على الارض وجايب دم من كل منطقه في جسمه، والشنطه كانت جنبه صحيح بس والله العظيم ما كان فيها ولا مليم. ورحت جاري. انا برضو ما صدقتش ان انت تعمل حاجه زي دي. انت كبيرك تسرق قلب، تسرق رمش، لما تسرق فلوس مستحيل. مش كنتوا سبتوه في التربة احسن؟ امال مين اللي عملها؟ هو ما فيش غير الولد المايع بتاع تحسين بيه، الواد اللي بترقص ده، الواد السيكوسيكو ده. سيكوسيكو يعني؟ مفيش دعوه انت في المواضيع دي. الراجل بتاع الامن الغلبان ده مش ممكن يعملها، ده يخاف. هو الولد اللي عملها، احنا شفناه كلنا بيتخانق مع تحسين باشا وهدده قدامنا. وده هنجيب بقى سكته منين؟ من المتعهد اللي اتفق معاكوا على حفلات تحسين. طب وبعد كده هنعمل ايه؟ ما تقلقش، ركز انت في سجنك وسيب الباقي علينا. امسك. كله على الله. ايه ده فؤاد؟ بانجو. يا نهار اسود ومنيل يا فؤاد، بانجو وانا ناقص؟ ما كفايه البلوه اللي انا فيها، هتجيب لي بلوه تانيه مخدرات وبقى. يلا يا جماعه زياره تاني. نعمه خدي بالك من ابويا وامي نعمه، وبيحكي لهم ان انا ما عملتش حاجه وبيدعي لي يا بت. انا بحبك قوي، كتاب الله بحبك. بس يا ولا عشان اني هعيط وهقلبها مناحه، واني لما بعيط ما بقدرش اتحكم في مناخيري وهتقفل مني. خلاص يا نعمة أنا غلطان، أنا غلطان، ده الواحد يحبك في صمت. وهطلب منك طلب يا نعمة، ما تزورنيش تاني. يلا يا عم يلا يا عم، ده الزنزان أرحم. خلاص بقى نعمة والله. أم نعمة أنا قلت أنت بنت أصول برضو مش هتسيبيني. دبلتك أهي، ابعد عن بنتي يا حتيرة. بنتي خلاص هتبقى على ذمة واحد تاني. يرضيك يرضيك كده احكم عليه. انا بقالي بنحب بنت اسمها نعمه، بنت غلبانه زي ما صدقت اخطبها اصلا. بنت امها تقتل، احنا تعبانه وكتاب الله تعبان. اللي كاتب اسمها هنا يوم ما رحنا نخطبها من امها وهي وفت. حنتير لسه مصر على اقوالك؟ مش هتسيبك بقى من حكايه الولد الشاذ ده اللي اتخانق مع تحسين؟ مالك في ايه؟ مفيش يا باشا، تعبان شويه يا باشا. اصل انا مش متعود يعني احقق على غير الريق كده يا باشا. الاقيش عند سيادتك كيس بلاستيك يكون اسود ارجع فيها يا باشا. انت هترجع المكتب؟ الله يعرفك، روح رجع الشباك. حاضر يا باشا. اعدام ان شاء الله. ان شاء الله تروحوا تيجوا بالسلامه.
حطاك يا هلا، حطاك يا هلا. اطلع اطلع بايه؟ عدوا المشاريب. لسه ليه 10 كمان؟ انهي معايا، لسه 10 كمان، انهي معايا. اطلع. لو سمحت يا استاذ بطيخه، هم انا عايزينك في كلمتين عشان في بيننا وبينك مصلحه. ما تطلب له حجر بالمره ولا قوم. يالا عايزينك في كلمتين بره. قوم نزل ايدك انت. سواد في ايه؟ ماشي ماشي، انت اللي جبته لنفسك. يالا انت اللي جبته لنفسك. رجاله رجاله، الولد العرع ده هو اللي حدف الطوبه في الماتش اللي فات، والزمالك مسلطه وبوظ لنا الماتش اللي جاي. الاتحاد السكندري هيضيع يا جدعان. الولد ده خاين وقبض ثمن خيانته. أنا شايفه بعناية اللي هياكلهم الدود دول وهو بيقبض عشان يبيع. انتوا مش شايفين السلسله الدهب اللي في رقبته؟ يا عيال واحد واربعين يا رجاله، صدقوني انت عايز تكسر يا حاج عسكر. خش انا وتروح له حاج ولا ايه؟ سيد صالح وشهرته حوضة مرونة، باشتراكه مع حسين بيومي غانم فني لحام، وابن عم الثاني هشام زكي غانم عاطل، بسرقة المجني عليه تحسين عبد الأحد محمود القوادري رجل الأعمال وقتله بعد خلاف نشأ بينهم. وقد تمت مطابقة البصمات الموجودة في موقع الجريمة ببصمات المتهمين. يا سلام، إنك لا تضع قدمك في النهر مرتين. تخش في بالك يا باشا، تخش في بالك. كما تم ضبط مبلغ 80,000 جنيه، تبقت من المبلغ 100,000 جنيه التي تم. كلب بن عمارة والسبع مش لاقي سجارة. وقد قررنا بخصوص المشتبه به حسن عطا عبد الرحيم الشهير بحنتيرة بعد تسليمه لنفسه إخلاء سبيله من سرايا النيابة بضمان بطاقته الشخصية. انت خال العروس والوكيل عنها ان شاء الله. مد ايدك في ايده قول ورايا: زوجتك موكلتي البكر الرشيد نعمة محمد عبد السلام حسن. زوجتك موكلتي البكر الرشيد نعمة محمد عبد السلام حسن. ثانية واحدة مولانا، هو مش حرام برضو حد ياخد حاجة مش بتاعته؟